نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الشباب والصيف. احنا اليوم موجودين في فعاليه جدا مميزه كره القدم الشاطئيه، خليكم معنا بعد الفاصل نتعرف على هذه اللعبه. معنا ايضا احد المنظمين والقائمين على هذه البطوله المميزه يحيى البلوشي. اول شيء اقول لك الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يسلمك، يا اهلا وسهلا، مرحبا وسع. الله يسلمك. بالنسبه لهذه البطوله واجهتم صعوبات في تنظيمها؟ لا ابدا، التنظيم كان يعني ممتاز وسهل، يعني كل الاعضاء وكل الفرق يعني تفاهمت معانا ونسقنا تنسيق جميل جدا، يعني الحمد لله رب العالمين. منذ الاعلان الاول لهذه البطوله حدثنا عن الاقبال لهذه البطوله والتسجيل عليها. ما شاء الله، صراحة ما شاء الله لا إله إلا الله، الإقبال كان يعني أكثر مما توقعنا، يعني الفرق اللي شاركت كانت 64 فريق يعني، والتسجيل كان حلو جدا بالنسبة لنا، يعني في إقبال من الشباب على الرياضة بإذن الله. بالنسبة لهذه البطولة هل في تنويه عن القوانين العامة لها ولا ما تقيدتوا بقوانين معينة؟ لا، هو في قانون رسمي للبطوله وزعناه على كل الفرق، يعني بحيث انه يكون عندهم درايه كافيه وكامله في شروط اللعبه. احنا لان هذه يعني على الساحه فشويه يمكن نتنازل في بعض القوانين، بصفه عامه القانون مستمر يعني على الجميع، ولكن يعني لعدم يعني لأن البطولة ودية بشكل عام يعني ما تقيدون في القوانين 100%. لا لا، مثل ما قلت القوانين احنا لازم نوزعها على الأعضاء عشان يشوفون القانون، يعرفون شنو الصح وشنو ما يصير، وهذا بس يعني مو مقيدة بالمسطرة على اساس الكل يعني ياخذ راحته. لعبة بطولة ودية والكل جاي يستانس. يعني بالنسبة للإضاءة اليوم اكثر الفرق يشتكي ان الإضاءة ما كانت موجودة اليوم بشكل كافي للاعبين، الرؤية ما كانت للأسف، يعني صار يمكن سوء تفاهم بيننا وبين اللي كانوا راح يعني يوفرون الإضاءات، فصار النتيجة يعني هذا اللي حصلنا عليه، واحنا يعني نقول الحمد لله والشكر، يعني هذا الموجود فنتعامل بالموجود. يعني ما شاء الله انتم تقلبتوا على العقبة اللي موجودة اليوم، ونشوف يعني لا زالت البطولة مستمرة. اي الحمد لله، الشباب كلهم ظلوا من هنا، يعني صراحة كان الشباب انا تفاجأت فيهم ان طلبنا منهم يكونوا متواجدين من الساعة 5:30 معانا العصر على اساس اللعبة تبدا من الساعة 6، فمن الساعة 5:30 الشباب كلهم كانوا قاعدين بهالجو هذا فللنهاية مستمرين، فذلك يدل على انهم متمتعين باللعبة الحمد لله. الاجواء الحارة ما اثرت عليكم كبطولة يعني؟ لا الحمد لله، يعني احنا بالكويت ويعني هذا الموجود، فالحمد لله على نعمته، الحمد لله على نعمة الله، هذا الموجود فتاخذ افضل شيء منه. يعني هل في سحابات كثيرة في هذه البطولة؟ يعني صراحة اول اللعب تفاجئنا انه كان في بعض الانسحابات، بس وات كان يو دو، شو تقدر تسوي، هذا الموجود اخوي. اي نعم كان في انسحابات. بالنسبة لهذه البطولة اليوم الأول، شلون تقيس نجاح البطولة؟ أنا صراحة يعني كلمت الشباب فشايف البطولة صراحة ناجحة، نجاح يعني أكثر مما تصورت، الأجواء زينة، هذا هو، الكل مستانس، الكل متونس، الشباب يعني فيهم يعني الوناسة وما في أي شد، يعني فنجاح باهر أنا أعتقد. كابتن عبد الحميد التميمي مشارك في هذه الفعاليه، اول شيء نقول لك الله يعطيك العافيه. الله يعافيك طال عمرك، يقويكم الله على هالدعم هذا الطيب، ومنكم الاحسن ان شاء الله يا رب. انطباعك عن اول مباراه، فزت ولا خسرت؟ لا ان شاء الله فايزين اول لعبتين، وراح نستمر على الدور ان شاء الله باكر اذا الله وفقنا بنكمل ان شاء الله بالدور. ما تظن ان اكثر من مباراه في هذا اليوم، وخصوصا ان الجو حار، ياثر عليكم كلاعبين ضغط؟ والله صدق الجو ما يلعب في كلش، بس يعني شيء حلو، فعاليه حلوه دام الصيف موجود، نتيمع بهالمشاركه الطيبه ان شاء الله. مستمتعين في هذه الفعاليه؟ اول يوم حر بس ان شاء الله باتر احسن باذن الله. اجواء هذه المباريات وكره قدم الشاطئيه بالنسبه للهواه اللي مشاركين والمحترفين خليط ومزيج معين، يعني في الكثير من الخبرات، هل استفدتوا من هذه البطوله؟ والله صحيح طبعا، في فرق متمرسه اللعبه هذه، حكم انها مثلا لعيب مثلا انديه منتخبات، احنا كهواه هم يعني الواحد ياخذ يعطي معاهم، وبالنهايه يكون تحدي بصوره طيبه يعني ان شاء الله. حبيت اللعبه؟ والله تتعب، بس ان شاء الله نكون قدها يعني باذن الله. اللياقه خدمتك داخل الملعب ولا لا؟ تغير عليك الجو من مباريات عاديه او مستطيل الاخضر لكره قدم شاطئيه؟ طبيعي، اللي يلعب مثلا بالملعب الكبير الاخضر او مثلا الصالات الى الشواطئ طبعا صعبه، يعني صعبه، موضوع يبي لها لياقه، يبي لها مثلا تكتك عالي، بالنهايه كل واحد على حسب المجموعه اللي وياه.
تنصح المشاهدين انهم يجربون هذه اللعبه؟ والله بالعكس مثل ما قلت لك بدايه الامر، يعني فعاليه حلوه، اللمه هذه حلوه، تشوف ربعك، تشوف ناس من زمان مو شايفها، يعني نتلاقى بشيء حلو يعني واحنا نحبه. بالنسبه لي اول مباراتين ما شاء الله فايزين، تكتيككم اللي استخدمته شنو؟ والله ما احترم يعني داشين على حسب مثلا المجموعه اللي ويانا، كل واحد متمرس بمكانه وبالنهايه توافق من الله سبحانه وتعالى. بخصوص كرة القدم الشاطئية، عرفتوا القوانين قبل أدشون؟ يعني عندكم فكرة عن القوانين؟ والله عندنا فكرة، بس يعني قاعد نطبق أكثر بالملعب مع التعب شوي، يكون في نصائح مثلا من الحكام يعطيهم العافية، وبالعكس الأمر سهل إن شاء الله علينا بإذن الله. شو تقول حق خصمك الجاي؟ والله يعني اللي قحول إن شاء الله ونتشرف فيهم، إذا كان فريق مثلا محترفين أو أيا كان نستفيد منهم يستفيدون منا، وبالنهاية الأفضلية حق الأحسن. كابتن عبد العزيز القطامي احد المشاركين في هذه الفعاليه المميزه، بالبدايه كون اول مره تشارك في هذه الفعاليه، انطباعك عن اللعب؟ والله اللعب جدا صعب، متعودين نلعب حشيش، هالمره جايين يعني نجرب الشواطئ ان شاء الله مع الشباب، بس كان شوي صعوبه، بس الحمد لله فزنا مباراتين وان شاء الله ناويين البطوله ان شاء الله. بالنسبه للتحرك والجري، يعني انتم تعودتوا على ملاعب الثيل وهذه ملاعب يعني الرمل يكون ثقيل شوي، تحركاتكم كانت صعبه؟ حيل صعبه، فرق وايد كبير بين الشواطئ وبين الحشيش، حتى اللعب مثلا التراب العادي الشواطئ وايد صعبه ثقيله، لازم شو اسمه تحتاج لياقه اكثر مرونه اكثر، والحمد لله فزنا مباراتين ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله. بعد الفوز يعني المفروض تكون يعني سهله، تعودتوا عليها بعد المباراه الثانيه؟ هو الدورات كلها يعني فترات قصيره، سبع دقائق، فان شاء الله لباكر ان شاء الله نكون احسن ان شاء الله. حبيت اللعبه بعد المباراتين؟ للامانه لا، المفروض ان لعبه تكون فايز فيها على طول تكون مفضله عندك. لا والله لان فيها صعوبه وايد، لان تحتاج بس انك انت تكون واقف، ما تحتاج تتحرك وايد بالمباراه، وتحتاج يعني اكثر شيء شنو الكنترول وتسديد حول المرمى شوت. لقيت صعوبه بالكنترول في؟ لا الحمد لله يعني كان الكنترول موجود ان شاء الله، بس انه شنو الحركه، بس الحركه وايد ثقيله. باذن الله. كابتن، حظوظ فريقكم بالمباريات القادمه شلون تشوفها؟ والله ان شاء الله الشباب فيهم الخير ان شاء الله، وان شاء الله البطوله. لازم تحضرون خطط معينه لمثل هذه اللعبات؟ ان شاء الله لا، لازم نقعد مع بعض على اساس انها كاول مره نشارك بطوله شاطئيه ان شاء الله، وان شاء الله في خطه ان شاء الله. تنصح بتجربه هذه اللعبه؟ اللي فيه لياقه وفي مرونه انصح، اللي ما فيه خليها الحشيش احسن. بإذن الله، كل الشكر لك وبالتوفيق إن شاء الله في البطولة. يعطيكم العافية ومشكورين على اللقاء ومشكورين على التغطية. شلون كرة القدم الشاطئية معاكم؟ يعني نجد فيها صعوبة كبيرة وإحنا برا الملعب، شلون أنتم داخل الملعب يعني؟ والله الحمد لله اللياقة تخدمنا والجو الحلو هذا والممارسات الرياضية والدورات هي أفادتنا بهالهذا. ويعني الواحد يحب يمارس الكرة بين فترة وفترة ويكتسب اللياقة ويتعرف على ناس جدد. وهذا كله طبعاً مجال الرياضة والصحة تفيدنا إن شاء الله. شنو المميز في هذه اللعبه بالذات اللي خلاك تختارها؟ والله وايد، هي اللياقه ما لياقه والمتعب، الكره الطويله والدبلات هذه كلها يعني جوها غير. داخل كره قدم الشاطئيه الواحد يعني مهاراته لا محدوده، يعني نشوف بس احنا نقول يعني يستعرض مهاراته، بس اللي عرفناه المعلومه انه كثر ما كانت الكره بالهواء يسهل التحكم فيها. اكيد كل ما كانت الكره عاليه، هي تعتبر لعبه يعني حق الكرات العاليه، حق الدبلات والهيد وكذي، كل ما كانت الكرة العالية كانت أفضل.
واحلى. رجح المهارات داخل الملعب. والله المهارات كانت هوائيه وكذي ماكو مشكله. هي تفيدك وايد تخدمك بهاللعبه خاصه هاللعبه. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم باكر في حلقة جديدة، فما الله.